الأصمعي هو عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي أبو سعيد الأصمعي، راوية العرب وأحد أئمة العلم واللغة والشعر، نسبه إلى جده الأصمع. كان كثير التطوف في الموادي، يقتبس علومها ويتلقى أخبارها ويتحف بها الخلفاء. كان الرشيد يسميه شيطان عصره، وللمستشرق ويليام أهلورد كتاب سماه الأصمعيات، جمع فيه بعض القصائد التي تفرد الأصمعي بروايتها. تصانيفه كثيرة كالإبل، الأضداد، ومن تأليفه أيضا خلق الإنسان، المترادف، والفرق، أي الفرق بين أسماء الأعضاء من الإنسان والحيوان. وقد بلغت مؤلفاته 61 مؤلفا، وقد عدها وذكر أساميها وصوبها. أما حكايته مع الخليفة جعفر المنصور فكانت كالتالي: كان الخليفة يقيم مجلسا للشعر والشعراء، واشترط على الشعراء أن يأتوا بقصيدة لم يسمعها قط ويعطيهم من وزنها ذهبا. وكان الخليفة يحفظ الشعر من أول مرة، والغلام من ثاني مرة، والجارية من ثالث مرة. عندما كان معظم الشعراء جالسين مجلسهم، دخل عليهم الأصمعي، ودخل الأصمعي لمجلس المنصور متنكرا حتى لا يعرفه أحد، وقال للخليفة: عندي قصيدة سألقيها. فقال الخليفة: أتعرف الشروط؟ فقال له: نعم. فقال له الخليفة: فألقها علينا. صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل، الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقل، وأنت يا سيد لي وسيدي ومولي، فكم فكم تيمني غزيل عقيقلي، قطفته من وجنة من لثم ورد الخجل.